إسرائيل انقسمت على هذه الزيارة، هناك من أيد نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس، هناك من كان له رأي آخر كزعيم المعارضة، وآخرين يعارضون نهج بنيامين نتنياهو في التعامل مع الواقع الآن، واقع المفاوضات، واقع اليوم التالي، لا حديث عن ذلك. هل هذا التناقض اليوم في الموقف الإسرائيلي له أي انعكاس على نتائج الزيارة المستمرة حتى الآن؟ تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين جميعا. أعتقد أن الجزئية الأهم بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي، وإذا حصرنا الرأي العام الإسرائيلي، ودعني أقول اليهودي بالأساس لأن هنالك طبعا أقلية عربية، ولكن أتحدث بهذا المفهوم الإسرائيلي ما يعرف بالتيار المركزي في إسرائيل، هنالك يعني حتى إعجاب بخطاب رئيس الحكومة وبأدائه في الكونغرس، وطبعا هذا أمر معروف، خاصة يعني الصورة التي ظهر فيها هذا الخطاب من خلال التصفيق الحار لدقائق طويلة، وأعتقد أن أعضاء الكونغرس كانوا واقفين وصفقوا أكثر من جلوسهم ومتابعتهم للمضامين. ولكن بقي جزئية واحدة، وهي جزئية الرهائن والمخطوفين، بمعنى إلى أي مدى هذا الخطاب وهذه الزيارة ستترجم في نهاية المطاف إلى خطة عملية لإطلاق سراح الرهائن. ويجب أن يدرك الفلسطيني والعربي، وأعتقد حتى الرأي العام الدولي، أن الاحتجاج الأساسي في إسرائيل لا يرتبط بالحرب بنتائجها على الفلسطينيين وعلى المدنيين الفلسطينيين، ليس هذا، وأنا أقول هذا بألم شديد، بمعنى أن المظاهرات التي تخرج، نعم هنالك أصوات في إسرائيل تقول لا للحرب أو أوقفوا الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولكن القضية الأبرز بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هي قضية الرهائن وعودتهم أو إعادتهم وتحريرهم، وما هو الثمن الذي سيدفع في هذا الموضوع. وبالتالي حتى لبيد الذي انتقد نتنياهو بالأمس سأل أو طرح موضوع الرهائن لم يتحدث عن أبعاد أخرى أخطر بكثير، بما يرتبط مثلا بما يرتكب بحق المدنيين وأمور أخرى كثيرة في قطاع غزة، وأيضا على المستوى الفلسطيني ناهيك عن طمس الرواية الفلسطينية بشكل كامل، ومن تابع الخطاب عاد أيضا إلى أمور توراتية، بمعنى أنه لا حق للفلسطيني حتى بوجوده على أرضه في هذه المنطقة. وبالتالي الانتقادات نعم كانت مرتبطة فقط بجزئية الرهائن والمخطوفين، وأيضا القراءة المتعلقة باليوم التالي كما أشرت لا ترتبط مثلا بالمطلب السياسي حول تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وإنما إنهاء الحرب أولا من أجل إعادة الرهائن، ثانيا من أجل إعادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي والجنود والحفاظ على سلامتهم. ربما هناك بعض الأصوات التي تتحدث عن حل سياسي، ولكن ليس في المنظور القريب.